بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها، وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن غير ذي عوج، وعلى آله وصحبه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، أيها الإخوة، فهذا هو المجلس العاشر من المجالس الحديثية لقراءة كتاب الأذكار النووية، وبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله قال: فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلف إلى مزدلفة. قد تقدم أنه يستحب الإكثار من التلبية في كل موطن، وهذا من آكدها، ويكثر من قراءة القرآن ومن الدعاء، ويستحب أن يقول: لا إله إلا الله والله أكبر، ويكرر ذلك ويقول: اللهم إليك أرغب وإليك أرجو، فتقبل نسكي، ووفقني وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، ولا تخيبني، إنك الله الجواد الكريم. وهذه الليلة هي ليلة العيد، وقد تقدم في أذكار العيد بيان فضل إحيائها بالذكر والصلاة، وقد انضم إلى شرف الليلة شرف المكان، وكونه في الحرم والإحرام ومجمع الحجيج، وعقب هذه العبادة العظيمة وتلك الدعوات الكريمة في ذلك الموطن الشريف. فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فيستحب الإكثار من الدعاء في المزدلفة في ليلته، ومن الأذكار والتلبية وقراءة القرآن، فإنها ليلة عظيمة كما قدمناه في الفصل الذي قبل هذا. ومن الدعاء المذكور فيها: اللهم إني أسألك أن ترزقني في هذا المكان جوامع الخير كله، وأن تصلح شأني كله، وأن تصرف عني الشر كله، فإنه لا يفعل ذلك غيرك، ولا يجود به إلا أنت. وإذا صلى الصبح في هذا اليوم صلاها في أول وقتها، وبالغ في تبكيرها، ثم يسير إلى المشعر الحرام، وهو جبل صغير في آخر المزدلفة يسمى قزح بضم القاف وفتح الزاي، فإن أمكنه صعوده صعده، وإلا وقف تحته مستقبل الكعبة، فيحمد الله تعالى ويكبره ويهلله ويوحده ويسبحه
ويكثر من التلبية والدعاء، ويستحب أن يقول: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويكثر من قوله: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويستحب أن يقول: اللهم لك الحمد كله، ولك الكمال كله، ولك الجلال كله، ولك التقديس كله. اللهم اغفر لي جميع ما أسلفته، وعصمني فيما بقي، وارزقني عملا صالحا ترضى به عني يا ذا الفضل العظيم. اللهم إني أتشفع إليك بخواص عبادك، وأتوسل بك إليك، أسألك أن ترزقني جوامع الخير كله، وأن تمن علي بما مننت به على أوليائك، وأن تصلح حالي في الآخرة والدنيا يا أرحم الراحمين. فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى. إذا أسفر الفجر انصرف من المشعر الحرام متوجها إلى منى، وشعاره التلبية والأذكار والدعاء والإكثار من ذلك كله، وليحرص على التلبية، فهذا آخر زمنها، وربما لا يقدر له في عمره تلبية بعدها. فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر. إذا انصرف من المشعر الحرام ووصل منى، يستحب أن يقول: الحمد لله الذي بلغنيها سالما معافى، اللهم هذه مني، اللهم هذه منى قد أتيتها وأنا عبدك وفي قبضتك، أسألك أن تمن علي بما مننت به على أوليائك. اللهم إني أعوذ بك من الحرمان والمصيبة في ديني يا أرحم الراحمين. فإذا شرع في رمي جمرة العقبة قطع التلبية مع أول حصاه، واشتغل بالتكبير فيكبر مع كل حصاه، ولا يسن الوقوف عندها للدعاء. وإذا كان معه هدي فنحره أو ذبحه، استحب أن يقول عند الذبح والنحر: بسم الله والله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم، اللهم منك وإليك تقبل مني، أو تقبل من فلان إن كان يذبحه عن غيره. وإذا حلق رأسه بعد الذبح فقد استحب بعض علمائنا أن يمسك ناصيته بيده حالة الحلق ويكبر ثلاثا، ثم يقول: الحمد لله على ما هدانا، الحمد لله على ما أنعم به علينا، اللهم هذه ناصيتي فتقبل مني واغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين يا واسع المغفرة، آمين. وإذا فرغ من الحلق كبر وقال: الحمد لله الذي قضى عنا نسكنا،
اللهم زدنا إيمانا ويقينا وتوفيقا وعونا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا والمسلمين أجمعين. فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق. قال الإمام النووي: روينا في صحيح مسلم عن نبيشة الخير الهذلي الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فيستحب الإكثار من الأذكار، وأفضلها قراءة القرآن. والسنة أن يقف في أيام الرمي كل يوم عند الجمرة الأولى إذا رماها، ويستقبل الكعبة ويحمد الله ويكبره ويهلل ويسبح ويدعو مع حضور القلب وخشوع الجوارح، ويمكث كذلك قدر قراءة سورة البقرة، ويفعل في الجمرة الثانية وهي الوسطى كذلك، ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة. فصل في استحباب التكبير والتهليل وغير ذلك بعد انقضاء الحج بالنفر من منى. وإذا نفر من منى فقد انقضى حجه، ولم يبق ذكر يتعلق بالحج، لكنه مسافر فيستحب له التكبير والتهليل والتحميد والتمجيد وغير ذلك من الأذكار المستحبة للمسافرين، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. وإذا دخل مكة وأراد الاعتمار فعل في عمرته من الأذكار ما يأتي به في الحج في الأمور المشتركة بين الحج والعمرة، وهي الإحرام والطواف والسعي والذبح والحلق، والله أعلم. فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم. قال الإمام النووي: روينا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. وهذا مما عمل العلماء والأخيار به، فشربوه لمطالب لهم جليلة فنالوها. قال العلماء: فيستحب لمن شربه للمغفرة أو للشفاء من مرض ونحو ذلك أن يقول عند شربه: اللهم إنه بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، اللهم وإني أشربه لتغفر لي ولتفعل بي كذا وكذا، فاغفر لي وافعل، اللهم أو اللهم إني أشربه مستشفيا به فاشفني، ونحو هذا، والله أعلم. فصل في طواف الوداع. وإذا أراد الخروج من مكة إلى وطنه طاف للوداع ثم أتى الملتزم فالتزمه ثم قال: اللهم البيت بيتك، والعبد عبدك، وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى سيرتني في بلادك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري، هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك، اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني،
وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، واجمع لي خير الآخرة والدنيا، إنك على كل شيء قدير. ويفتتح هذا الدعاء ويختمه بالثناء على الله سبحانه وتعالى وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقدم في غيره من الدعوات. وإن كانت امرأة حائضة استحب لها أن تقف على باب المسجد وتدعو بهذا الدعاء ثم تنصرف، والله أعلم. فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها. أعلم أنه ينبغي لكل من حج أن يتوجه إلى زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك طريقه أو لم يكن، فإن زيارته صلى الله عليه وسلم من أهم القربات وأربح المساعي وأفضل الطلبات. إذا توجه للزيارة أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والسلام في طريقه، فإذا وقع بصره على أشجار المدينة وحرمها وما يعرف بها زاد من الصلاة والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم، وسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن يسعده بها في الدارين، وليقل: اللهم افتح علي أبواب رحمتك، وارزقني في زيارة نبيك صلى الله عليه وسلم ما رزقته أولياءك وأهل طاعتك، واغفر لي وارحمني يا خير مسؤول. وإذا أراد دخول المسجد استحب أن يقول ما يقوله عند دخول باقي المساجد، وقد قدمناه في أول الكتاب. فإذا صلى تحية المسجد أتى القبر الكريم فاستقبله واستدبر القبلة على نحو 4 أذرع من جدار القبر، وسلم مقتصدا لا يرفع صوته فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، فجزاك الله عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته. وإن كان قد أوصاه أحد بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم يتأخر ذراعا آخر للسلام على عمر رضي الله عنه، ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتوسل به في حق نفسه ويتشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويدعو لنفسه ولوالديه وأصحابه وأحبابه ومن أحسن إليه وسائر المسلمين، وأن يجتهد في إكثار الدعاء ويغتنم هذا الموقف الشريف، ويحمد الله تعالى ويسبحه ويكبره ويهلله، ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكثر من كل ذلك. ثم يأتي الروضة بين القبر والمنبر فيكثر من الدعاء فيها. قال الإمام النووي: فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة.
وإذا أراد الخروج من المدينة والسفر استحب أن يودع المسجد بركعتين ويدعو بما أحب، ثم يأتي القبر فيسلم كما سلم أولا ويعيد الدعاء ويودع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم لا تجعل هذا آخر العهد بحرم رسولك صلى الله عليه وسلم، ويسر لي العودة إلى الحرمين سبيلا سهلة بمنك وفضلك، وارزقني العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وردنا سالمين غانمين إلى سالمين غانمين آمنين. فهذا آخر ما وفقني الله بجمعه من أذكار الحج، وهي وإن كان فيها بعض الطول بالنسبة إلى هذا الكتاب فهي مختصرة بالنسبة إلى ما نحفظه فيه. والله الكريم نسأل أن يوفقنا لطاعته وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في دار كرامته. وقد أوضحت في كتاب المناسك ما يتعلق بهذه الأذكار من التتمات والفروع والزيادات، والله أعلم بالصواب، وله الحمد والنعمة والتوفيق والعصمة. وعن العتبي قال: كنت جالساً عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله تعالى يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال ثم انصرف، فحملتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال لي: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره بأن الله تعالى قد غفر له. كتاب أذكار الجهاد. أما أذكار سفره ورجوعه فسيأتي في كتاب أذكار السفر إن شاء الله. وأما ما يختص به فنذكر منه ما حضر الآن مختصرا. باب استحباب سؤال الشهادة. قال الإمام النووي: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم حرام فنام، ثم استيقظ وهو يضحك، فقالت: وما يضحكك يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك. فقالت: يا رسول الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي: ثبج البحر بفتح التاء المثلثة وبعدها باء موحدة مفتوحة أيضا ثم جيم، أي ظهره، وأم حرام بالراء. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن معاذ رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. قال الإمام الترمذي: حديث صحيح. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم تصبه. وروينا في صحيح مسلم أيضاً عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك. قال الإمام النووي: روينا في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله تعالى ومن معه من المسلمين خيراً، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. وذكر الحديث بطوله. باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها. قال الإمام النووي: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد سفرة إلا ورى بغيرها. باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل ما يعين على القتال في وجهه وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال. قال الله تعالى: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال. وقال تعالى: وحرِّض المؤمنين. وقال الإمام النووي: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. قال بعض العلماء: هذه الآية الكريمة أجمع شيء جاء في أدب القتال. وقال الإمام النووي: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبته: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده فقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت على ربك. فخرج وهو يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وفي رواية: كان ذلك يوم بدر. هذا لفظ رواية الإمام البخاري. أما لفظ مسلم فقال: استقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني،
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه حتى سقط رداؤه. قال الإمام النووي: يهتف بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعناه يرفع صوته بالدعاء. وقال: وروينا في صحيحيهما البخاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس، ثم قام في الناس قال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي رواية: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وروينا في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس. والخميس هو الجيش، وسمي خميسا لأنه يقسم إلى خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب. صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، فلما رأوه قالوا: محمد والخميس، فلجأوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فقال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء عند الأذان، وعند البأس حين يلجم بعضهم بعضا. قال الإمام النووي رحمه الله: في بعض النسخ المعتمدة يلحم بالحاء، وفي بعضها بالجيم، وكلاهما ظاهر. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل. قال الترمذي: حديث حسن. قلت، أي الإمام النووي: معنى عضدي أي عوني. وقال الخطابي: معنى أحول أحتال. قال: وفيه وجه آخر، وهو أن يكون معناه المنع والدفع، من قولك: حال بين الشيئين إذا منع أحدهما من الآخر، فمعناه: لا أمنع ولا أدفع إلا بك. وقال: وروينا بالإسناد الصحيح في سنن أبي داود والنسائي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. وقال: وروينا في كتاب الترمذي عن عمارة ابن زعكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: إن عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه، يعني عند القتال. قال الإمام الترمذي: ليس إسناده بالقوي. قلت، أي الإمام النووي: زعكرة بفتح الزاي والكاف وإسكان العين المهملة بينهما. قال الإمام النووي: وروينا في كتاب ابن السني
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين: لا تمنوا لقاء العدو، فإنكم لا تدرون ما تبتلون أو ما تبتلون به منهم، فإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم، وقلوبنا وقلوبهم بيدك، وإنما يغلبهم أنت. وروينا في الحديث الذي قدمناه عن كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو، فسمعته يقول: يا مالك يوم الدين، إياك أعبد وإياك أستعين، فلقد رأيت الرجال تصرع تضربها الملائكة من بين أيديها ومن خلفها. وروى الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم بإسناد مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول الغيث. قلت أي الإمام النووي: ويستحب استحبابا متأكدا أن يقرأ ما تيسر له من القرآن، وأن يقول دعاء الكرب الذي قدمنا ذكره، وأنه في الصحيحين: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ويقول ما قدمناه هناك في الحديث الآخر: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا أنت عز جارك وجل ثناؤك. ويقول ما قدمناه في الحديث الآخر: حسبنا الله ونعم الوكيل. ويقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، اعتصمنا بالله، استعنا بالله، توكلنا على الله. ويقول: حصنتنا كلنا أجمعين بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا، ودفعت عنا السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقول: يا قديم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا مالك الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا يعجزه شيء ولا يتعاظمه، انصرنا على أعدائنا هؤلاء وغيرهم، وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلة. فكل هذه المذكورات جاء فيها حث أكيد وهي مجربة. باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة. قال الإمام النووي: روينا في سنن أبي داود عن قيس ابن عباد التابعي رحمه الله، وهو بضم العين وتخفيف الباء، قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون الصوت عند القتال. باب قول الرجل في حال القتال: أنا فلان، لإرعاب عدوه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وروينا في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه لما بارز مرحبا الخيبري قال علي رضي الله عنه: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، وحيدرة اسم من أسماء الأسد، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. وروينا في صحيحيهما عن سلمة أيضا أنه قال في حال قتاله الذين أغاروا على اللقاح:
أنا ابن الأكوع، أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع. هذا ويكمل القراءة أستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، فليتفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد. فبالإسناد المتصل إلى رسول الله، إلى الإمام النووي، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الإمام النووي رحمه الله: باب استحباب الرجز حال المبارزة. فيه الأحاديث المتقدمة في الباب الذي قبل هذا، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: قال له رجل: أفررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال البراء رضي الله عنه: لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، لقد رأيته وهو على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان بن الحارث آخذ بلجامها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وفي رواية: فنزل ودعا واستنصر. وروينا في صحيحيهما عن البراء أيضا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الأحزاب، وقد وار التراب بياض بطنه وهو يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق وينقلون التراب على متونهم، أي ظهورهم، ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام، وفي رواية: على الجهاد ما بقينا أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله، وبما يصير إليه من الشهادة وإظهاره السرور بذلك، وأنه لا ضير علينا في ذلك، بل هذا مطلوبنا وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ورأينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه في حديث القراء أهل بئر معونة الذين غدرت الكفار بهم فقتلوهم، أن رجلا من الكفار طعن خال أنس وهو حرام بن ملحان، فأنفذه فقال: حرام، الله أكبر، فزت ورب الكعبة. وسقط في رواية مسلم: الله أكبر، قلت حرام بفتح الحاء وبالراء. باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم. ينبغي أن يكثر عند ذلك من شكر الله تعالى والثناء عليه والاعتراف بأن ذلك من فضله لا بحولنا وقوتنا، وأن النصر من عند الله، وليحذروا من الإعجاب بالكثرة، فإنه يخاف منها التعجيز،
كما قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم. يستحب إذا رأى ذلك أن يفزع إلى ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه واستنجاز ما وعده المؤمنين من نصرهم وإظهار دينه، وأن يدعو بدعاء الكرب المتقدم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. ويستحب أن يدعو بغيره من الدعوات المذكورة المتقدمة والتي ستأتي في مواطن الخوف والهلكة، وقد قدمنا في باب الرجز الذي قبل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هزيمة المسلمين نزل واستنصر ودعا، وكان عاقبة ذلك النصر: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: ورأينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال عمي أنس بن النضر: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فقاتل حتى استشهد، فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم. باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة إغارة الكفار على صرح المدينة وأخذهم اللقاح وذهاب سلمة وأبي قتادة في أثرهم، فذكر الحديث إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالاتنا سلمة. باب ما يقوله إذا رجع من الغزو. فيه أحاديث ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب أذكار المسافر، وبالله التوفيق. كتاب أذكار المسافر. اعلم أن الأذكار التي تستحب للحاضرين للحاضر في الليل والنهار واختلاف الأحوال وغير ذلك مما تقدم تستحب للمسافر أيضا، ويزيد المسافر بأذكار، فهي المقصودة بهذا الباب، وهي كثيرة منتشرة جدا، وأنا أختصر مقاصدها إن شاء الله تعالى وأبوب لها أبوابا تناسبها، مستعينا بالله تعالى متوكلا عليه. باب الاستخارة والاستشارة. اعلم أنه يستحب لمن خطر بباله السفر أن يشاور فيه من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخيرة ويثق بدينه ومعرفته، قال تعالى: وشاورهم في الأمر، ودلائله كثيرة. وإذا شاور وظهر أنه مصلحة استخار الله سبحانه وتعالى في ذلك، فصلى ركعتين من غير الفريضة ودعا بدعاء الاستخارة الذي قدمناه في بابه. ودليل الاستخارة الحديث المتقدم عن صحيح البخاري، وقد قدمنا هناك آداب هذا الدعاء وصفة هذه الصلاة، والله أعلم. باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر. فإذا استقر عزمه على السفر فليجتهد في تحصيل أمور، منها أن يوصي بما يحتاج إلى الوصية به، وليشهد على وصيته، ويستحل كل من بينه وبينه معاملة في شيء أو مصاحبة، ويسترضي والديه وشيوخه ومن يندب إلى بره واستعطافه، ويتوب إلى الله تعالى ويستغفره من جميع الذنوب والمخالفات، وليطلب من الله تعالى المعونة على سفره، وليجتهد على تعلم ما يحتاج إليه في سفره. فإن كان غازياً تعلم ما يحتاج إليه الغازي من أمور القتال والدعوات وأمور الغنائم وتعظيم تحريم الهزيمة في القتال وغير ذلك، وإن كان حاجاً أو معتمراً تعلم مناسك الحج أو استصحب معه كتاباً بذلك، ولو تعلمها واستصحب كتاباً كان أفضل،
وكذلك الغازي وغيره يستحب أن يستصحب كتابا فيه ما يحتاج إليه. وإن كان تاجرا تعلم ما يحتاج إليه من أمور البيوع وما يصح منها وما يبطل وما يحل ويحرم ويستحب ويكره ويباح وما يرجح على غيره. وإن كان متعبدا سائحا معتزلا للناس تعلم ما يحتاج إليه في أمور دينه، فهذا أهم ما ينبغي أن يطلبه. وإن كان ممن يصيد تعلم ما يحتاج إليه أهل الصيد وما يحل من الحيوان وما يحرم وما يحل به الصيد وما يحرم وما يشترط زكاته وما يكفي فيه قتل الكلب أو السهم وغير ذلك. وإن كان راعيا تعلم ما يحتاج إليه مما قدمناه في حق غيره ممن يعتزل الناس، وتعلم ما يحتاج إليه من الرفق بالدواب وطلب النصيحة لها ولأهلها والاعتناء بحفظها والتيقظ لذلك، واستأذن أهلها في ذبح ما يحتاج إلى ذبحه في بعض الأوقات لعارض وغير ذلك. وإن كان رسولا من سلطان إلى سلطان أو نحوه اهتم بتعلم ما يحتاج إليه من آداب مخاطبات الكبار وجوابات ما يعرض في المحاورات وما يحل له من الضيافات والهدايا وما لا يحل وما يجب عليه من مراعاة النصيحة وإظهار ما يبطنه وعدم الغش والخداع والنفاق والحذر من التسبب إلى مقدمات الغدر أو غيره مما يحرم وغير ذلك. وإن كان وكيلاً أو عاملاً في قراض أو نحوه تعلم ما يحتاج إليه مما يجوز أن يشتريه وما لا يجوز وما يجوز أن يبيع به وما لا يجوز وما يجوز التصرف فيه وما لا يجوز وما يشترط الإشهاد فيه وما يجب وما لا يشترط فيه ولا يجب وما يجوز له من الأسفار وما لا يجوز. وعلى جميع المذكورين أن يتعلم من أراد منهم ركوب البحر الحالة التي يجوز فيها ركوب البحر والحالة التي لا يجوز، وهذا كله مذكور في كتب الفقه لا يليق بهذا الكتاب استقصاؤه، وإنما غرضي هنا بيان الأذكار خاصة، وهذا التعلم المذكور من جملة الأذكار كما قدمته في أول هذا الكتاب. وأسأل الله التوفيق وخاتمة الخير لي ولأحبابي والمسلمين أجمعين. باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته. يستحب له عند إرادته الخروج أن يصلي ركعتين لحديث المقطم ابن المقدام الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد سفرا. رواه الطبراني. قال بعض أصحابنا: يستحب أن يقرأ في الأولى منهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد. وقال بعضهم: يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس. وإذا سلم قرأ آية الكرسي، فقد جاء أن من قرأ آية الكرسي قبل خروجه من منزله لم يصبه شيء يكرهه حتى يرجع. ويستحب أن يقرأ سورة لإيلاف قريش، فقد قال الإمام السيد الجليل أبو الحسن القزويني الفقيه الشافعي صاحب الكرامات الظاهرة والأحوال الباهرة والمعارف المتظاهرة: إنه أمان من كل سوء. قال أبو طاهر ابن جحشوي: أردت سفرا وكنت خائفا منه، فدخلت إلى القزويني أسأله الدعاء، فقال لي ابتداء من قبل نفسه: من أراد سفرا ففزع من عدو أو وحش فليقرأ لإيلاف قريش، فإنها أمان من كل سوء. فقرأتها فلم يعرض لي عارض حتى الآن. ويستحب إذا فرغ من هذه القراءة أن يدعو بإخلاص ورقة، ومن أحسن ما يقول: اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري وسهل علي مشقة سفري، وارزقني من الخير أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر، رب اشرح صدري ونور قلبي ويسر لي أمري، اللهم إني أستحفظك وأستودعك نفسي وديني وأهلي وأقاربي وكل ما أنعمت علي وعليهم به
من آخرة ودنيا، فاحفظنا أجمعين من كل سوء يا كريم. ويفتتح دعاءه ويختمه بالتحميد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا نهض من جلوسه فليقل ما رويناه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد سفرا إلا قال حين ينهض من جلوسه: اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت، اللهم اكفني ما همني وما له أهتم له، اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت. باب أذكاره إذا خرج. قد تقدم في أول الكتاب ما يقوله الخارج من بيته، وهو مستحب للمسافر، ويستحب له الإكثار منه، ويستحب أن يودع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه ويسألهم الدعاء له ويدعو هو لهم. روينا في مسند الإمام أحمد بن حنبل وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى إذا استودع شيئاً حفظه. قال: ورأيناه في كتاب ابن السني وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يسافر فليقل لمن يخلف: أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ورأينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أراد أحدكم سفراً فليودع إخوانه، فإن الله تعالى جاعل في دعائهم خيراً، والسنة أن يقول له من يودعه ما رويناه في سنن أبي داود عن قزعة قال: قال لي ابن عمر رضي الله عنهما: تعال أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، استودع الله دينك وأمانتك وخاتيم عملك. قال الإمام الخطابي: الأمانة هنا أهله ومن يخلفه وماله الذي عند أمينه. قال: وذكر الدين هنا لأن السفر مظنة المشقة، فربما كان سببا لإهمال بعض أمور الدين. قال الإمام النووي رحمه الله: قزعة بفتح القاف وبفتح الزاي وإسكانها. قال: ورأيناه في كتاب الترمذي أيضاً عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلاً أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك. ورأيناه أيضاً في كتاب الترمذي عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: أدن مني أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود وغيره بالإسناد الصحيح عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: استودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ورأينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. قال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت. قال الترمذي: حديث حسن. باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير. قال: روينا في كتابي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أسافر فأوصني. قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ولى الرجل قال: اللهم أطوي له البعد وهون عليه السفر. قال الترمذي: حديث حسن. باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير، ولو كان المقيم أفضل من المسافر. قال: رأينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال كلمة ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. باب ما يقوله إذا ركب دابته. قال تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وروينا في كتب أبي داود والترمذي والنسائي بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابته ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل له: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه وتعالى يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري. هذا لفظ رواية أبي داود. قال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. وروينا في صحيح مسلم في كتاب المناسك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر 3، ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذا لفظ رواية مسلم. زاد أبو داود في روايته: وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا وإذا هبطوا سبحوا. وروينا معناه من رواية جماعة من الصحابة أيضا مرفوعا. وروينا في صحيح مسلم عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحور بعد الكون ودعوة المظلوم وسوء المنظر في الأهل والمال. وروينا في كتب الترمذي والنسائي وابن ماجة بالأسانيد الصحيحة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون ومن دعوة المظلوم ومن سوء المنظر في الأهل والمال. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: ويروى الحور بعد الكور أيضا، يعني يروى الكون بالنون والكور بالراء. قال الترمذي: وكلاهما له وجه. قال: يقال هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من الشيء إلى شيء من الشر. هذا كلام الترمذي. وكذا قال غيره من العلماء معناه بالراء والنون جميعا الرجوع من كل الاستقامة أو الزيادة إلى النقص. قالوا: ورواية الراء مأخوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعها، ورواية النون مأخوذة من الكون مصدر كان يكون كونا
إذا وجد واستقر، إذا وجد واستقر. قلت: ورواية النون أكثر، وهي التي في أكثر أصول صحيح مسلم، بل هي المشهورة فيها. والوعثاء فتح الواو وإسكان العين وبالثاء المثلثة وبالمد، هي الشدة والكآبة فتح الكاف وبالمد، وهو تغير النفس من حزن ونحوه، والمنقلب المرجع. هذا ويكمل القراءة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، فليتفضل. مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالإسناد المتصل إلى الإمام النووي رضي الله تعالى عنه في كتابه الأذكار قال: باب ما يقول إذا ركب سفينة. قال الله تعالى: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وقال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمان لأمتي من الغرق إذا ركبوا أن يقولوا: بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وما قدر الله حق قدره، هكذا هو في النسخ إذا ركبوا لم يقل السفينة. باب استحباب الدعاء في السفر. قال: روينا في كتب أبي داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. قال الترمذي: حديث حسن، وليس في رواية أبي داود على ولده. باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها. قال: روينا في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا. قال: وروينا في سنن أبي داود في الحديث الصحيح الذي قدمناه في باب ما يقول إذا ركب دابته عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا الثنايا كبروا، وإذا هبطوا سبحوا. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة، قال الراوي: ولا أعلمه إلا قال: الغزوة، كلما أوفى على ثنية أو فد كبر ثلاثا، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. هذا لفظ رواية البخاري ورواية مسلم مثله، إلا أنه ليس فيها ولا أعلمه إلا قال الغزوة، وفيها إذا قفل من الجيوش أو السرايا أو الحج أو العمرة. قال الإمام النووي: قوله أوفى أي ارتفع، وقوله فد هو بفتح الفاءين بينهما دال مهملة ساكنة وآخره دال أخرى، وهو الغليظ المرتفع من الأرض. وقيل الفلاة التي لا شيء فيها، وقيل غليظ الأرض ذات الحصى، وقيل الجلد من الأرض في ارتفاع.
قال: وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب. قلت: اربعوا بفتح الباء الموحدة، معناه ارفقوا بأنفسكم. قال: وروينا في كتاب الترمذي الحديث المتقدم في باب استحباب طلب الوصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا على نشزا من الأرض قال: اللهم لك الشرف على كل شرف، ولك الحمد على كل حال. باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه، فيه حديث أبي موسى في الباب المتقدم. باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها، فيه أحاديث كثيرة مشهورة. باب ما يقول إذا انفلتت دابته. قال: روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، فإن لله عز وجل في الأرض حاصرا سيحبسه. قال: قلت: حكى لي بعض شيوخنا الكبار في العلم أنه انفلتت له دابة أظنها بغلة، وكان يعرف هذا الحديث فقال: فحبسها الله عليهم، فحبسها الله عليهم في الحال. وكنت أنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بهيمة وعجزوا عنها، فقلته فوقفت في الحال بغير سبب سوى هذا الكلام. باب ما يقوله على الدابة الصعبة. قال: روينا في كتاب ابن السني عن السيد الجليل المجمع على جلالته وحفظه وديانته وورعه ونزاهته أبي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار البصري التابعي المشهور رحمه الله قال: ليس رجل يكون على دابة صعبة فيقول في أذنها: أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، إلا وقفت بإذن الله تعالى. باب ما يقول إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده. قال: روينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير قرية يريد دخولها إلا قال حين يراها: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، والأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على أرض يريد دخولها قال: اللهم إني أسألك من خير هذه وخير ما جمعت فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا، وأعوذ بك من شرها وشر ما جمعت فيها، اللهم ارزقنا حياها، واعذنا من وباها، وحببنا إلى أهلها، وحبب صالح أهلها إلينا. باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم.
قال: روينا في سنن أبي داود والنسائي بالإسناد الصحيح ما قدمناه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ويستحب أن يدعو معه بدعاء الكرب وغيره مما ذكرناه معه. باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان. قال: روينا في كتاب ابن السني عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان. قال: قلت: الغيلان جنس من الجن والشياطين، وهم سحارتهم. ومعنى تغولت تلونت في صور، والمراد ادفعوا شرها بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر. وقد قدمنا ما يشبه هذا في باب ما يقول إذا عرض له شيطان في أول كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات. وذكرنا أنه ينبغي أن يشتغل بقراءة القرآن للآيات المذكورة في ذلك. وقد ذكرت كلام العلماء في أحاديث الغول والغيلان واختلافهم فيها، وأوضحته في كتاب تهذيب الأسماء واللغات المستعملة في كتب الفقه المشهورات، فمن أراد الوقوف عليه طالعه. باب ما يقول إذا نزل منزلا. قال: روينا في صحيح مسلم وموطأ مالك وكتاب الترمذي وغيرها عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. قال: وروينا في سنن أبي داود وغيره عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك وشر ما يدب عليك، أعوذ بك من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد. قال الخطابي: قوله ساكن البلد هم الجن الذين هم سكان الأرض، والبلد من الأرض ما كان مأوى للحيوان وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قال: ويحتمل أن المراد بالوالد إبليس، وما ولد الشياطين. هذا كلام الخطابي. والأسود الشخص، فكل شخص يسمى أسودا. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا سبحنا حتى نحط الرحال. باب ما يقول إذا رجع من سفره. السنة أن يقول ما قدمناه في حديث ابن عمر المذكور قريبا في باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا. قال: وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته، حتى إذا كنا بظهر المدينة قال: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. باب ما يقول المسافر بعد صلاة الصبح. اعلم أن المسافر يستحب له أن يقول ما يقوله غيره بعد الصبح، وقد تقدم بيانه. ويستحب له معه ما رويناه في كتاب ابن السني عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح، قال الراوي: لا أعلم إلا قال في سفر.
رفع صوته حتى يسمع أصحابه: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، اللهم أصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي 3 مرات، اللهم أصلح لي آخرتي التي جعلت إليها مرجعي 3 مرات، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، اللهم أعوذ بك 3 مرات، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. باب ما يقول إذا رأى بلدته. المستحب أن يقول ما قدمناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذا، وأن يقول ما قدمناه في باب ما يقول إذا رأى قرية، وأن يقول: اللهم اجعل لنا بها قرارا ورزقا حسنا. باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته. قال: روينا في كتاب ابن السني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره فدخل على أهله قال: توبا توبا لربنا أوبا لا يغادر حوبا. قال: قلت: توبا توبا سؤال للتوبة، وهو منصوب إما على تقدير تب علينا توبا، وإما على تقدير نسألك توبا. وأوبا بمعناه من آب إذا رجع، ومعنى لا يغادر لا يترك، وحوبا معناه إثما، وهو بفتح الحاء وضمها لغتان. باب ما يقال لمن يقدم من سفر. يستحب أن يقال: الحمد لله الذي سلمك، أو الحمد لله الذي جمع الشمل بك، أو نحو ذلك. قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. وفيه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب بعده. باب ما يقال لمن يقدم من غزو. قال: روينا في كتاب ابن السني عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزو، فلما دخل استقبلته فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك. باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله. قال: روينا في كتاب ابن السني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جاء غلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أريد الحج، فمشى معه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، زودك الله التقوى ووجهك في الخير وكفاك المهم. فلما رجع الغلام سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك. قال: وروينا في سنن البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. قال الحاكم: هو صحيح على شرط مسلم. كتاب أذكار الآكل والشارب. باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه. قال: روينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الطعام إذا قرب إليه: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله. باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام: كلوا، أو ما في معناه. اعلم أنه يستحب لصاحب الطعام أن يقول لضيفه عند تقديم الطعام: بسم الله، أو كلوا، أو الصلاة، أو نحو ذلك من العبارات المصرحة بالإذن في الشروع في الأكل. ولا يجب هذا القول، بل يكفي تقديم الطعام إليهم ولهم الأكل بمجرد ذلك من غير اشتراط لفظ. وقال بعض أصحابنا: لا بد من لفظ، والصواب الأول، وما ورد في الأحاديث الصحيحة من الإذن في ذلك محمول على الاستحباب.
باب التسمية عند الأكل والشرب. قال: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وروينا في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا في حديث أنس المشتمل على معجزة ظاهرة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاه أبو طلحة وأم سليم للطعام قال: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن لعشرة. فأذن لهم فدخلوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وسموا الله تعالى. فأكلوا حتى فعل ذلك بثمانين رجلا. قال: وروينا في صحيح مسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه. وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها، فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدهما. ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. مخشي بفتح الميم وإسكان الخاء وكسر الشين المعجمتين وتشديد الياء. وهذا الحديث محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم تركه التسمية إلا في آخر أمره، إذ لو علم ذلك لم يسكت عن أمره بالتسمية. قال: وروينا في كتاب الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قال: وروينا عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي أن يسمي على طعامه فليقرأ قل هو الله أحد إذا فرغ.
أجمع العلماء على استحباب التسمية على الطعام في أوله، فإن ترك في أوله عامداً أو ناسياً أو مكرهاً أو عاجزاً لعارض آخر ثم تمكن في أثناء أكله استحب أن يسمي للحديث المتقدم ويقول بسم الله أوله وآخره كما جاء في الحديث. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق وسائر المشروبات كالتسمية في الطعام في جميع ما ذكرناه. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم ويستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في ذلك، والله أعلم. من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزئ منها، اعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما. وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين، نص عليه الشافعي رضي الله عنه، وقد ذكرته في كتاب الطبقات في ترجمة الشافعي رحمه الله، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة. باب لا يعيب الطعام والشراب. قال روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وفي رواية لمسلم وإن لم يشتهه سكت. قال وروينا في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجة عن هلب بن الصحابي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل إن من الطعام طعاما أتحرج منه، فقال لا يتحلجن في صدرك شيء ضارعت به النصرانية. هلب بضم الهاء وإسكان اللام وبالباء الموحدة، وقوله يتحلجن هو بالحاء المهملة قبل اللام والجيم بعدها، هكذا ضبطه الهروي والخطابي والجماهير من الأئمة، وكذا ضبطناه في أصول سماعنا سنن أبي داود وغيره بالحاء المهملة، وذكره أبو السعادات ابن الأثير بالمهملة أيضا، ثم قال ويروى بالخاء المعجمة وهما بمعنى واحد. قال الخطابي معناه لا يقع في ريبة منه. قال وأصله من الحلج وهو الحركة والاضطراب، ومنه حلج القطن. قال ومعنى ضارعت النصرانية أي قاربتها في الشبه، فالمضارعة المقاربة في الشبه. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.